بهذه الغنيمة. انهيار النظام يا ألي. لقد نسيتما القواعد. لقد قمت بحفظ المستوى الأخير. هبط من جديد. لا، ليس هذا الألي مجددا. ولكن أرأيته يضغط على زر في نظارته؟ أراهن أن الأكوم هناك. لقد طورنا المستوى أيضا. ولكن لدي دقائق معدودة باقية. سأشير عليه وأنت صوبي. لماذا تشير أنت؟ تريدين أن نقترع على الأمر؟ حسناً، أنت أشيري وأنا سأصوب. انتبه، ها هو قادم ثانية. لا تتباهى بهذا، سنسحقك. الجولة الثانية. الصواريخ الهرمية. القوة الميدانية. حسناً، تفعيل القوة الميدانية. السيف القاتل. الحفر الهرمي. هذا الألي قوي للغاية، أخذ منا القوة الميدانية. فلتقاتل بدونها. قنابل الدعسوقة. حائط الليزر. أطباق الدعسوقة. اللكمة. الأذن الرعدية. إنه يتنبأ بهجمتنا. انتبه يا دعسوقة. الدعسوقة، لا شيء يسعدني أكثر من سحقك أنت وفريقك الخاسر التافه. لا حاجة لفريق كامل. أنا والقط الأسود ضد فريقك. سوف نجعلك لا ترين الكرة أبدا. سنفوز وننزع سحرك بسرعة. الأكومة هي الكأس للفائزين وليس للخاسرين. طريقة جيدة لكنها لن تفلح. نحن الأفضل في كرة القدم. لا أفقه فيها شيئاً يا دعسوقتي. الأفضل استدعاء الفريق الحقيقي. أوه حسناً. سيصد القط الأسود وسأحضر باقي الفريق. أنت لست واثقة من فوزك يا دعسوقة. إذن لنرى قوتك أيها القط. بالنظر إلى وجهه لا أرى بطلاً بمنتهى الأسف. سابرينا رانكومبري، هذه ميراكلوس الكلب ستجعلك تجلبين وترجعين كل ما تلمسه كرتك. آسفة لكن لن أخون كلوي. هذه ليست كلوي بل بانل تيم. ألا تريدين تحريرها؟ لو كان لإنقاذها أوافق، وأيضا أحب كرة القدم. أنا بارك، الكوامي الخاص بك. دعسوقة، أنا لست بارعاً في كرة القدم. أنت تقسو على نفسك، إنك موهوب للغاية. أهلاً، أنا أوريكو، هيا لنلعب. لكن هذا إدراء يا دعسوقة، أخشى كثيراً دخول الفريق. حقاً؟ ألست أنت من بين فريق كتابة قصص الدعسوقة؟ ستستخدمه فقط من أجل الصالح وتعيده حين ننتهي. أيمكن ذلك؟ أهلاً، أنا الكوامي، ديكي. أأثق بك. أهلاً، أنا ستام، لنجعل المباراة قوية. وماذا لو أذيت شخصاً بقوتي؟ كن حذراً يا آيفن، لكن أنت في فريق أبطال خارقين ضد الأشرار، لن يتأذى أحد. القط الأسود أنهك بمفرده. قذائف بينال تيم حولته لطعام قطط. لم تعد رياضة بل إساءة للحيوانات.
لا بأس أيها القطة. لقد عادت الدعسوقة، معها مجموعة مختارة للمباراة وبتشكيلتها الكلاسيكية: كارابيس، بيجاسوس، بوليماوس، كينج مانكي، بيربل تايجرس، هيجيلا، بيسبيريا، فايبيريون وريوكو، وأربعة جدد لا أعرف أسماءهم: ميس هاوند، بوستر بولت، كابرا كيد، مينوتوروكس. هراء 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 هراء، حسناً يا خاسرون، مستعدون؟ هل لديك خطة الآن لاسترجاع الأكومة؟ ستكون كأسنا حين نربح. وإن لم نربح؟ كفى، أعرف سر اللعبة، فلننتهي من هذه المباراة للأبد. وها قد بدأت مباراة القرن الآن بين فريق بينالتيم وفريق الدعسوقة. مستحيل، هذا ظلم، خيانة، خطأ. ليس حسب قواعدي. احذروا، لا تدعوها تلمسكم. بينالتي تمرر لبينالتي، يا له من تنسيق لا يصدق، كأنهم واحد ويبدون هكذا. بيكاسوس يترك بينالتي تعبر. فريق الدعسوقة ابتعد كثيرا. أوه، يهو. أتظنين حقا أن رؤيتك مهمة يا دعسوقة؟ لا مخرج لكما. إن لم تسلمان المراكيوس الآن سأخذها منكما بعد أن تغرقا في الكريمة. لقد صدق، انتهى أمرنا. ليس بعد أيها القط، ربحت أيها البومة. حانت اللحظة، عمل عظيم. أغمض عينيك ولا تفتحها. هذا غير ممكن. ثق بي. نزع النقاط، نزع المخالب. ماذا؟ الميراكلس وصلت. والآن أنا البطل الوحيد الخارق في باريس، والبطل يتمم وعده. ألبرت، تعطيل كريمة البومة المخفوقة. هيا الآن سلمني الميراكلس. ألبرت، أرسل. أنا الأفضل بالفعل. إنهما لي، إبداع الدعسوقة وقوة القط المدمرة لي. من يجمع بين هاتين الموهبتين فقد منح قدرة تغيير الواقع وقدرة محو الماضي. غير معقول. لا، أيها البومة، الدعسوقة والقط خدعاك. هذه الميراكلس مصنوعة من عجين. القططية. ماذا؟ أنا لست خفاشاً بلا أجنحة. القط الأسود، مهلاً، نحن لن نهزمه. ماذا؟ نحن أيضاً بحاجة ألا يهزمنا هو. لم أفهمك. سأجري مكالمة، فلتحميني. هذا فهمته. يمكن للقط أن يمو، لكنه لن يظهر كالنمر. ممتاز. إذا ما تخطط الفتاة. انتظار. هذه خطتك الصغيرة السخيفة، أعرف ما ستفعلين. لم ننتهي بعد. القططية. سوف تجعل نفسك طعاما للقطط. خذ هذا. نعم. وهذا، هكذا فزنا.
فزتم فنفوسة الحمقاء، لقد علقنا. لم أهزمك لكن لن تهزميني. أنا لم أخطط أن أهزمك بنفسي. آسفة، أنا أحتاج لهذا. هكذا كما طلبت مني بالضبط يا دعسوقة. شكرا يا ماريان، كان هذا ممتازا. انتهت أثار الأقدام. حسنا، مستحيل أن يكون اختفى. مؤكد أنه قفز من فوق الملعب. الأنفاق. لقد خسرنا هنا. ليس لدينا وقت لها، يجب أن نجد روبوستس. قلت لك إن ذلك الجهاز معقد. ما رأيك في القطاطية الآن؟ لا أستطيع بالكاد أتنفس. الآن أنتما تحت رحمتي. روبوستس، قبل أن تتخلص منهما يجب أن تحصل لي على الميراكلس. الدعسوقة والقط الأسود لم يفعل لك شيئا. أن تكون إنسانا يعني أن تكون عادلا. أنا سأأخذ منهما الميراكلس لكي لا نفترق ثانية. وقتها فقط سأحقق أحلامي. أية أحلام؟ أود أن أكون إنسانا مثلك يا ماكس. ماذا يقصد بتحقيق الحلم؟ لا يطلب هوكموث دائما الميراكلس؟ ما هذا؟ ماذا يحدث يا دعسوقة؟ دعسوقتي؟ لا توقف. لا. انظر ماكس، سأصبح إنسانا في 53 ثانية. هل لي أن أذكرك أن الميراكلس لي يا روبوستس؟ وكيف لك أن توقفني لأن أستخدمهما؟ ببساطة سأخذ منك قوتك. أتظن أنك ستتحكم بي؟ تدخل تفعيل نظام الدفاع. أنا أقوى منك يا هوكموث. ما هذا؟ أصدقائي سيتصرفون معك إلى أن أتولى أمرهما. هذا وقت أن تأتي بفكرة ذكية. آسفة أيها القط. ماكس. آسف يا روبوستس، لكني لن أدعك تكمل خطتك. يجب أن أوقفك. بما أن هذه هي المعركة الأخيرة، بالإضافة إلى قوتك، لنختر 4 عناصر من مخزونك. لكنني لا أرى داعياً لذلك، لأنني سأغلبك مهما فعلت. أتعلم؟ القط على حق، سأخذ وقتي كاملاً. يسعدني أنك مستمتعة. سأستمتع بهذا الفوز الآن وبشروطي أنا. تعويذة الحق. يا لك من مبتدئة، تتوقعين الفوز على صانع اللعبة بالدقيق فقط؟ وبأشياء أخرى معه. بالنظر لما اخترته، ستخسرين بعد 1:30 فقط. الدعسوقة جيمر 2، الشوط النهائي. وددت لو استمرت لمدة أطول، لكن إحصاءاتي لا تخطئ أبداً. وهل توقعت هذا أيضاً؟ القطاطية. ما هذا؟ أنا سيد هذه اللعبة، أخذ أي شخصية. أظننت أنك ستهزمينني بخدعة سخيفة؟ كوني لطيفة واعطيني هذا الميراكلس. ماذا؟ هذا ليس عدلاً، إنه غش. أنت تدمرين كل شيء. آسفة، ألا تؤثر ضرباتك؟ ملك ليس له خيارات في الشطرنج. يسمى ملك مخنوق. ماذا قلت قبلاً؟ أجل، كلما طالت كان أفضل. كنت تنجحين إن لم أضطر لانتظارك حتى تتحولي. مات الملك أيتها الدعسوقة نتيجة تخطيطك. إعصار. من تخدعين يا حلوة؟ قد ربحت. خسرت يا دعسوقة.
لا، غير معقول. لا أصدق. خطأ في لعبتك يا جيمر. لا، هذا مستحيل. يحدث لأفضل المصممين وللألعاب. خروج، الدعسوقة تفوز. وأحياناً لا يحدث. يوهو، مرحباً أيتها القطة. معذرة، أريدك أن تضع كل الحشائش التي يمكنك وضعها هنا. هيا أيتها القطة، حان الوقت لبسط كرة الشعر. هل تعطينني حصالة نقودك؟ مستحيل، كل الأموال التي أدخرتها لشراء ألعاب لقطتي هنا. هو؟ لا، هربت قطتي. فوعدني شادو موس بأنه سيعطيني أكبر قطة في العالم، لكن هذا القط شرير ولا يستمع. أنا أريد قطتي. أتعلمي؟ لقد فقدت قطتي أيضاً وافتقدته. فلنكسر الحصالة حتى تتوقف القطة الكبيرة عن العبث، وبعدها الدعسوقة ستصلحها، وهكذا عندما تجدين قطتك ستشترين أفضل الألعاب له. حسناً. وقت إزالة الشر. أمسكتك. وداعاً أيتها الريشة، الدعسوقة ميراكلس. قطتي. كنت رائعاً. لا، كنت رائعاً. لكن القط الأسود ليس مثلي. سوف يعطيك بلاغ الخاتم، وسوف يرسله إلى ملكه السابق. سررت بلقائك يا دعسوقة. القط الأسود محظوظ للغاية. إزاء الحيوانات؟ هذا سيء. أجل، أسفة على التأخير أيها القط. لا بأس أيتها الخارقة، والآن فلنحطم الحجري. انتظر، إنه يكبر ويصبح أقوى كلما هجمناه. علينا فعل شيء مختلف. لكن كيف؟ لا أعرف. حسناً، إذن لنستخدم قوانا القططية. من الواضح أنني أدمر كل ما ألمسه. لا أحتاج لقوة خارقة لأدمر الأشياء. لا 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 تفعل هذا. رائع، سأريك الآن. حان وقت المصارعة يا صخرة. أيها القط، انتظر. أظنني لدي فرصة واحدة لاستخدام قوتي. لديك دقائق فقط وتعود لطبيعتك. ألم يخبرك الكوامي بأي من هذا؟ لم يأخذ فرصته لأنني كنت متحمساً. سأتولى الأمر. تعويذة الحظ. قوة خارقة. قالت الكوامي، اكسري الشيء الذي تختبئ فيه التي نسيت اسمها. الأكوما. حسناً، إنه من الحجر بالكامل. يده اليمنى لا تزال مغلقة ولم يفتحها أبداً. إنه كالدمية الروسية، السر ليس فيه بل مخبأ بداخله. ما هي خطتك؟ هذا. لا تقاوم، ثق بي. فتاة مجنونة. أمسكني إن استطعت. والآن آليا الصنبور. هذه الفتاة مذهلة. مذهلة بشكل جنوني. إذن هل التيركس يأكل كثيرا؟ سنعرف إذا لم تعد الدعسوقة قريبا. هذا جيد، نداء الديناصور. لقد كانت تحت المكتب.
أجل، من هو التيركس اللطيف؟ إنه أنت. تشيكو 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 تشيكو. أنت بخير يا كارابيس؟ أجل أجل أجل، نجحنا. بالتوفيق مع التيركس يا سيدة دوبوكيل. وداعا. ربما إعادتكم للحياة لم تكن فكرة مناسبة. ماذا سأفعل الآن؟ ستلتهمون ميزانيتي الغذائية.